بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الثانوية العامة، مرحب بيكم. والنهاردة هنعمل مراجعة سريعة لباب الكيمياء الكهربية. هنراجع على جزء الحد الخلايا الجلفانية، وهيتبع الكلام في الفيديو القادم. فياريت بقى تركز معايا. طلبة الثانوية العامة، مرحب بيكم. والنهاردة هنعمل مراجعة سريعة لباب الكيمياء الكهربية. هنراجع على جزء الحد الخلايا الجلفانية، وهيتبع الكلام في الفيديو القادم. فياريت بقى تركز معايا. النهاردة هنعمل مراجعة سريعة لباب الكيمياء الكهربية. هنراجع على جزء الحد الخلايا الجلفانية، وهيتبع الكلام في الفيديو القادم. فياريت بقى تركز معايا. تعالوا معانا نحل امتحان، وحاول تتابعني كويس، وشكرا. في النهاية بعد ما عرفنا طريقة الحل، تابعني باستمرار على القناة وعلى المدونة، وهسيب لك اللينك في نهاية الفيديو أسفله. وأي سؤال في مجال الكيمياء العضوية أو غير العضوية ابعت بيه. تعالوا معانا نحل امتحان، وحاول تتابعني كويس، وشكرا. اعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، اهلا بكم. اليوم في الفيديو هنحل نموذج على الهيدروكربونات. نموذج بسيط، 15 سؤال، اختر من متعدد. بيعالج يعني اجزاء مهمة من الهيدروكربونات بطريقة مبسطة. كل هدفه معرفة الهيكل
الأساسي للجزء بتاع الهيدروكربونات في الكيمياء العضوية. واحتمال كبير تكون. أهلا بيكم. النهاردة هناخد مع بعض نموذج تجريبي مهم جدا في أسئلة مهمة من بنك المعرفة. هنحل مع بعض عشان يكون تدريب ليك على امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء في الأيام المقبلة. وخلاص هانت الامتحان قربت، تابع معايا وشوف حل الامتحان واحدة واحدة. ماشي، هنبدأ دلوقتي ونشوف ازاي نحل الامتحان. طبعا الامتحان ده محطوط بطريقة بحيث ايه، ان انت الاجابة تجيلك بمجرد ما تدوس ارسال. فانت وطبعا الاسئله موضوعه بطريقه عشوائيه على اساس ان انت ايه تتعود على النظام ده، زي امتحان اخر السنه بالظبط. السؤال الاول في تجربه الكشف عن عنصريه الكربون والهيدروجين، الكشف اللي انا بستخدمه هنا هل هو هيدروكسيد نحاس ولا اكسيد نحاس ولا كربونات نحاس؟ طبعا هو اكسيد النحاس الاسود CuO. للحصول على غاز الايثاين C2H2 من اسيتات الصوديوم او خلات الصوديوم يتم على الترتيب التالي. طبعا ده انا استايل نماذج الاسئله الجديده، مديك اختيارات متشابهه وانت بتشوف العمليات ايه بس بالترتيب: تقطير جاف ثم تسخين ثم تبريد سريع. في خليه جلفانيه مكونه من القصدير اس ان والفضه اي جي، جدول الاختزال القياسي مدينه لك للفضه والقصدير على ترتيب سالب 14 من 100 للقصدير و8 من 10 للفضه، عاوزين قيمه اي ام اف ورمز الاسترول. طبعا بنحسب اي ام اف بجمع جهدي الاكسده والاختزال للانود والكاسود، او فرق جهود الاكسده او فرق جهود الاختزال. وطبعا هنا القصدير بيسبق، يبقى هو طبعا ايه اكيد هيبقى الانود. وفي الحاله دي الخليه جلفانيه وهتدينا 94 من 100 فولت زي ما انت شايف. عند طلاء ميداليه معدنيه بطبقه من الفضه، توصل الميداليه اللي انا المفروض هطليها بالقطب انه بقى الخلايا التحليه، هل القطب الموجب ولا القطب السالب؟ طبعا انا بوصلها بالقطب السالب اللي هو المهبط، دي خلايا تحليليه. ادركت الزيوت النباتيه السائله الغير مشبعه في وجود النيكل المجزأ، طبعا ده نوع من تفاعلات الكيمياء الرياضيه، وطبعا ده تفاعل اضافه. تسخين الايثانول مع حمض الكبريتيك عند 180 درجه، اللي هينتج طبعا انت عارف ان ايه درجه الحراره بتاثر على التفاعل ده وهينتج هنا الايثين، لكن لو 140 كان هينتج ايه ايثير. التسخين الشديد للميثان عند درجه 1000 سليزيوس ماذا عن الهواء، طبعا هنا بنحصل على الكربون المجزأ. التكسير الحراري للاوكتان، طبعا انت عارف ان دي عمليه بيتم فيها الحصول على الكان والكين، الكان وقود والكين بيوتان وبيوتين. أكسدة 4 مول أكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 بواسطة 2 مول من ثاني أكسيد الكربون يتكون من مولين من CO، وإيه بقى اللي ما يطلع؟ طبعا عملية حسابية هتعرف إن يطلع إيه، 6 مول من أكسيد حديد 3. الصيغة العامة CnH2n بلس 1 تنطبق على كل ما يلي ما عدا، يعني الصيغة دي ممكن أطبقها على كذا، طبعا مجموعة الألكايل واضحة جدا الثلاثة اللي تحت لا تنطبق على الميثيلين CH2. تحليل الحرارة لكبريتات الإيثان الهيدروجينية عند درجة 180، طبعا هنا ايه عملية تحلل حراري مش تحلل مائي، طبعا تحلل حراري تنتج إيثين. المعادلة الكلية لتفاعل خلية تآكل الحديد زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا عاوز التفاعل الكلي، مش عايز ايه التفاعلات الايه الوسطية. التفاعل الكلي هيكون طبعا ايه حديد وميه واكسجين بيدي هيدروكسيد حديد 3 زي ما انت شفت. كلوريد الصوديوم بيحول لون عباد الشمس الى إيه؟ طبعا كلوريد الصوديوم متعادل لانه حمض قوي مع قاعده قويه، يبقى في الحاله دي هيكون طبعا اربواني او بنفسجي. الايزومر الوحيد لكحول الفاينايل طبعا اسيتالدايد او ايثانال. درجه ذوبان كلوريد الفضه في لتر، طبعا انا عاوز درجه الذوبان الفا، فطبعا بتجيبها من القانون، وطبعا القانون واضح الفا بتساوي الجذر التربيعي كي ايه على سي ايه، فهتطلع طبعا ايه الناتج اللي انت شفته.
الحصول على الهيدروكربونات الالفتين المشبعه من عمليه، طبعا دي المفروض انها ايه، معظمها طبعا موجوده في مشتقات البترول، يبقى انا طبعا هجيبها عمليه تقطير تجزيء للبترول او النفط A و B. همرر كل منهم لوحده على 2 مول من البروم المذاب في رابع اكسيد الكربون، البروم الاحمر اللي هيتكون. طبعا انا عندي هنا ايه، اللي زال لونه تماما وبهت لونه، اللي زال لونه تماما طبعا ده يبقى اكيد طبعا ده ايه، القين، اللي بهت لونه الكين. تمام، الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية الموضحة قدامك بتتكون من النحاس والهيدروجين. طبعا الهيدروجين بيسبق النحاس، فعلى هذا الأساس الهيدروجين هو الأنود، وطبعا دي خلية جلفانية، والهيدروجين طبعا قطب بيساوي صفر، يبقى في الحالة دي اي ام اف هتبقى ب 34 من 100 فولت. خلية الوقود لا تستهلك كباقي الخلايا الجلفانية، طبعا ايه، لأنها بيتم امدادها من مصدر خارجي بالوقود. هالجنت الألكانات بنحصل على كثير من المركبات، مركب التنظيف الجاف طبعا ايه، 1 1 1 ثلاثي كلورو ايثان، تنظيف الجاف، ترسيب 2 من 10 مول او جرام ذرة من فلز الفضة. طبعا دي عملية حسابية سهلة، مقص 2 من 10 في 96,500 كولوم هيطلع 19,300 كولوم. طبعا الأسئلة محتاجة تريث وإيه، ولو في قوانين تستخدمها واحدة واحدة. يفضل استخدام عنصر الليثيوم في صناعة بطاريات أيون الليثيوم. طبعا إيه، عنصر الليثيوم بيتميز إن هو خفيف الوزن عن باقي الفلزات، جهد أكسدته مرتفع يعني جهد اختزاله منخفض جدا. تمام، يبقى الاختيار الأخير لأنه فلز خفيف وجهد اختزاله منخفض جدا. مركبات CF4 وCF2 CL2 طبعا دي واضح جدا انها الفريونات. الصيغه اللي امامك حسب نظام الايوباك، طبعا انا ايه برقم بغض النظر عن الفروع، برقم من الطرف الاقرب للرابطه المزدوجه. على هذا الاساس الكلور هيبقى مرتبط بالذره الكربون الرابعه، يبقى ده 4 كلورو و1 بيوتين لانه الكين. تمام، ننتقل بعد كده للسؤال الاخر. وفرة الماركات العضوية يرجع إلى، طبعا ده سؤال تقليدي وموجود في كتاب الوزارة، سلاسل أو حلقات متجانسة أو غير متجانسة. سلاسل الهيدرو يزيد كل مركب عن السابق له بمقدار ميثيلين طبعا سي اتش 2. كلوروفورم مخدر غير آمن، طبعا تم استبداله حديثا بالهالوسان اللي هو طبعا ايه، 2 برومو 2 كلورو 1 1 ثلاثي فلورو ايثان. والتركيب هنا طبعا بيبدأ من الفلور لأنه 3 فروع. السؤال رقم 16، بزيادة التخفيف للمحلول الالكتروليتي تزيد درجة تفكك الفا ويقل تركيز سي. طبعا ده قانون استيفالت. توصيل مواسير المياه بقطعة من المغنيسيوم، طبعا هنا القطب المضحي. امرار غاز ثاني اكسيد الكربون في قليل من الماء يحتوي على عباد شمس، طبعا ثاني اكسيد الكربون حمضي يبقى اللون هيبقى احمر، لما بضيف راسب كربونات الكالسيوم يبقى كربونات كالسيوم وميه ثاني اكسيد الكربون طبعا هتتكون بيه كربونات كالسيوم لانها هتدوب. بعد كده بقى ايه، انت خلصت عاوز تعرف اجابتك بت ايه، بتراجع الاسئله مره تانية على السريع وتشوف اجاباتك واحده واحده وما تتسرعش في الاجابه. يعني في حاجه عاوز تتاكد منها برضو، انت عندك في الامتحان يبقى عندك اوبن بوك تاكد منها في الكتاب، وبعد كده بقى ايه توكل على ربنا. هنا بالنسبه لنا طبعا في فيديو عشان انت لو عاوز تتفرج على ايه، مراجعه الكهربيه برضه هتلاقيه، اعمل ارسال هتجيلك كباتشه بالشكل ده. خلصها واعرف بعد كده ايه نتيجتك واعرف اخطائك، بحيث ان انت ايه ما تضيعش وقت كتير في الامتحانات دي علشان انت عندك مواد كتير اخرى. الفكره كلها ان انت بتتدرب على نموذج الامتحانات ايه الجديده السريعه. وطبعا انت لقيت عندك اخطاء بتعرف اخطائك، النموذج بيطلعك الاخطاء، اعرف اخطائك وحاول تعيد الامتحان مره تانية لو عندك اخطاء في وقت لاحق. لو ما عندكش اخطاء يبقى انت كده تمام. تابع حل الامتحانات باستمرار، كل يوم تقريبا هننزل لك امتحان. بس انت ايه اهم حاجه ركز كويس ونظم وقتك علشان اهم حاجه
تنظيم الوقت في هذه الفترة، والطالب اللي يقدر ينظم أفكاره ووقته هو اللي هيحصد أعلى الدرجات. وبنتمنى ليك وإن أنت تكون استفدت من هذا النموذج، وتابعني غدا في الفترة القادمة حتى الامتحانات، بداية الامتحانات، كل يوم نموذج شامل على الكيمياء الثانوية العامة النظام الجديد 2021. مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي 2021، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي النهاية بعد ما شفت عرض مبسط وسريع للخلايا الجلفانية، بتمنى ان انت تكون خدت فكرة، وحاول تراجع الاسئلة من كتاب المدرسة، وعندك في الاسئلة برضو موجودة هتلاقيها على مدونة بلوجر ashlbus.com، راجعها وحاول تحل. والجزء الثاني ان شاء الله خلال يومين هيكون برضو ايه واصل لك على قناة البص 2020. وشكرا. ashlbus.com. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.